يمكن من ابرز الحاجات اللي انت متميز بيها البلوك والدنك، يمكن دايما الجمهور بيبقى مستني منك اللقطتين دول. بالنسبة ليك انت، تبقى خسران فرق واحد وباقي 5 ثواني تجيب دنك، ولا تبقى كسبان فرق واحد وباقي 5 ثواني وتشيل بلوك؟ ابقى كسبان واشيل بلوك. اتحسب لفريقك رميتين وباقي 3 ثواني وانتوا خسرانين فرق واحد، لو بإيدك تختار مين اللي يشوط؟ محترف بيتحسب ولا لا؟ أي حد. لا يبقى اكيد المحترف. أصعب بطولة كسبتها في مسيرتك؟ دوري 2019 تكسب أفريقيا مع منتخب ولا تلعب كأس عالم؟ العب بس كاس عالم كده كمشارك تشارك في كأس العالم؟ لا اكسب افريقيا طبعا، احب اكسب. لو في إيد أنس أسامة ضم لعيب واحد بس من الأهلي معاه في الزمالك، هيكون مين؟ الاهلي؟ لا يعني ناس كتير بصراحة. لعيب واحد احنا كنا محتاجين بوينت جارد بس ما عندهمش بوينت جارد برضه. هقول ايهاب امين طبعا، كنت كده كنت عايز ايهاب يلعب معايا في الفرقه، يعني احنا اصلا عمالين نتكلم في الموضوع ده بقالنا 5 6 سنين. بس ربنا مش رايد لحد دلوقتي. طب لو لعيب واحد من الاتحاد السكندري؟ دولة احمد عادل. توقعتها برضه. احنا عايزين بوينت جارد زي ما قلت لك. مين اكتر لعيب بترتاح في اللعب جنبه بشكل عام، يعني سواء منتخب او الزمالك؟ احمد عادل. فريق ليبرون ولا فريق ستيف كاري؟ ستيف. اكتر لعيب بتحبه في الام بي اي بشكل عام وبتشجع مين هنا؟ كيفن دورانت. بما انك سنتر، يعني انت تكون جويل امبيد ولا نيكولا يوكيتش؟ نيكولا يوكيتش. لو الموسم ده هتكسب بطولة واحدة، تكون الدوري ولا افريقيا؟ الدوري عشان هلعب افريقيا تاني. لو ما كنتش لعيب سلة كنت تحب تبقى تتجه لرياضة ايه؟ تنس، دراعاتي طويلة. الفوز بأفريقيا أهم من الدوري بالنسبة لي. يعني أنا ما بحبش أقارن البطولات ببعضيها، يعني هي كل بطولة ليهم بتعمل تاريخ مختلف شوية. يمكن بس إحنا بنكبر في مصر عامة البطولات القارية يعني، فأكيد بالنسبة للسي في وبالنسبة للكلام ده كله هقول إن أنا أكسب أفريقيا يعني. لكن برضه فوز الدوري بالنسبه لنا دلوقتي بقى مهم جدا، لان هو ده اللي هيوديك تلعب افريقيا تاني. يعني انت برضه تقول لعبت 3 4 5 افريقيا، غير ان انا لعبت واحده وكسبتها وما رحتش تاني، موضوع مختلف يعني. رفضت عروض احتراف سابقه من اجل اللعب للزمالك؟ اول ما خلصت الجامعه كان جاي لي عروض، وفضلت اني ارجع مصر هنا مع الزمالك واخلص موضوع التجنيد بتاعي وانا هنا في مصر. أخطأت في استخدام تويتر للحديث عن مشكلتي مع الزمالك؟ أخطأت في إيه بالظبط؟ يعني بعد ما شفت اللي حصل قلت ما كنتش كتبته، وكان مشيت في الطرق القانونية بس من غير ما أكتب على السوشيال ميديا. لا عادي، هو السوشيال ميديا معمولة عشان أي حد يكتب في عقله، أنا ما غلطتش في حد، بالعكس يعني كلامي كله كان موزون بصراحة. إذا تكررت مشكلتي مع الزمالك ممكن ألعب للاتحاد أو الأهلي؟ والله انا لو اتكررت مشكلتي مع النادي تاني يبقى في عدم تقدير من النادي، وساعتها انا مش هبقى حابب ان انا اكون موجود في مكان مفيش تقدير فيه، فاكيد هروح اي مكان تاني. لو متاح لك انك تلعب في اوروبا، تختار برشلونة او ريال مدريد ولا تختار دوري تاني خالص؟ اسبانيا بلد حلوة الواحد يعيش فيها. اكيد هختار يعني، لا طبعا كده برشلونة ريال برشلونة مدريد بقى. يعني، لا مش عارف بصراحة بقى، برشلونة ولا الريال دي بقى حاجة تانية. أنا بحب ريال مدريد بصراحة، يعني أنا بشجع ريال بصراحة، بس حتى بعد ما رونالدو مشي عادي أنا أصلا بحب ريال مدريد. لسه بيكسبوا برضه. بالظبط. بس لا، إسبانيا إسبانيا جميلة بصراحة.